وقل رب زدني علما. صلى الله عليكم. والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال بعد الصلوات، وهو الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل. والمراد بالدبر هنا الإتيان بها بعد السلام، لأن الإنسان إذا سلم من نافلة جاء بها. نعم. وهما ذكران. ذكر المصنف وفقه الله أن هذه الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة المتنفر بها نوعان، وما عداهما فهو متروك، إما لعدم ثبوته رواية وإما لعدم ثبوته دراية، كدعاء صلاة الاستخارة. فدعاء صلاة الاستخارة لم يعده المصنف وتركه. لماذا؟ أحسن، لأنه من الصلاة نفسها وليس ذكرا خارجا عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك. فدعاء الاستخارة من جملة صلاتها، فلو صلى ركعتين ودعا لم يكن مستخيرا، فهو لا يدخل في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. سبحان الملك القدوس يقوله 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر. هذا هو النوع الأول من الأذكار التي تقال في دبر الصلوات النوافل، وهو ما يقال بعد صلاة الوتر. سبحان الملك القدوس 3 مرات وترفع صوتك بالثالثة، لما رواه النسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وتره قال عند فراغه سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع صوته في الثالثة، وفي لفظ يمد بها صوته، وهما بمعنى واحد، فيقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وروى الدارقطني وغيره زيادة رب الملائكة والروح، وهي زيادة لا تصح، فالثابت الاقتصار على قول سبحان الملك القدوس 3 مرات إذا فرغ من وتره مسلما جاء بهذا الذكر. نعم. صلى الله عليكم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقوله 100 مرة بعد صلاة الضحى، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة 24 من ذي الحجة 33 بعد 400 والألف. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهو ما يقال بعد صلاة الضحى. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقوله 100 مرة، لما رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث رجل من الأنصار أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى فسمعه يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور حتى عددت 100 مرة، وإسناده صحيح، واختلف في لفظه ومتنه على وجوه، هذا أحسنها. واختلف العلماء في عده ذكرا من أذكار الصلوات على قولين، أحدهما أنه ذكر من الأذكار التي تقال بعد الصلوات المكتوبة، وهو قول ابن أبي شيبة والنسائي، والآخر أنه يقال بعد صلاة الضحى، وهو قول أبي بكر البيهقي، والأظهر والله أعلم أن الثاني أرجح من الأول، وأنه من الأذكار التي تقال بعد صلاة الضحى، الصلوات النوافل التي لها ذكر هما الوتر والضحى فقط، وما عداهما فلا ذكر له. فإذا صلى الإنسان راتبة الفجر فلا يقول بعد ذلك استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا؟ ليش ما يقولها؟ أحسن، لاختصاص هذا الذكر بالصلاة المفروضة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عن أحد
من أصحابه أنهم كانوا يقولونها بعد الصلاة النفل.